كانت النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة قد انطلقت افتراضيا وتستمر لمدة 5 أيام. يأتي المنتدى تحت عنوان صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد نحو تعاف أقوى وبناء أفضل. وألقى عدد من الرؤساء الأفارقة كلمات في الجلسة الأولى للمنتدى، منهم رؤساء رواندا والجابون وجنوب السودان والسنغال وبوركينا فاسو وزيمبابوي ومدغشقر وغينيا وبوركينا. ترجمة